أول كلب جاي. أنا فرحانة. شدك الشائع هذه انا اقصى اعلم زيد زيد ريح ثلاثة واربعين اعداد البرقية البرقية سيد موقع ثلاثة واحد واربعين ودو جايين اش باغي يا رب السلامة يا رب ما عرفتش اش باغينا باقي يا فوما كنا 41 مبلغ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كثروا لك شي شكايات بهاد الكلب يا معلم ديولاش هاد الشكايات الشاف ديولاش الناس اللي خدام عندهم في هاد الحي الناس كيخرجوا وليداتهم كيبغيو يلعبوا في الزنقة شحال من واحد مشات ليه كورة يعني السيد جا تشكى علينا باللي الدري كان كيلعب في الزنقة مشى عند البالون يعني داك البالون يعني جاب الله عند البالون يعني داك البالون يعني كون كان بلاصتو شي دري صغير شي ملائكه صغيره يعني غادي يعني غيموت حاجه باينه هذا انا شاف هاد الكلب هذا راه عاس به كندير خدمتي عمر شي واحد شي طوموبيله تهرسات عمر شي دريه خرجات من الفيلا ديالها تكريسات هاد الناس هادو بغاو يدويو على هاد الكلب هذا عاوتاني وسنين واعوام وانا عاس لهم عمرني اديتهم في شي حاجه هاد الكلب راه خطر غدا ما لقيتش هنايا الا لقيتك غدار غنتفاهم معاك راه غنقدر نصيفطك للحبس ومني هاد الناس هادو كنعس عليهم وجاو شكاو بيا انا من اليوم ما غنبقى نعس من حتى شي حاجه انا هاد المشاكل هادي ما عندي ما ندير بها نعم اسيدي الا مشيتي غادي تهنينا من المشاكل ديال هاد الناس اللي انت خدام عندهم في هاد الحي الا رجعت غدا هنا ولقيتك هنا ما تلوم الا راسك ما غتلقانيش ان شاء الله يلا ساليش انا في الخدمه الله يعاونك الله يعاونك صافي هاد العس هادي حنايا خلينا لكم من اليوم ما تبقاوش تشوفوني كنعس هنا جيبوا شي عساس اخر زيد ايرون زيد يلا زيد يلا بشوف حالها زيد طلع دخل زيد دخل ايه دابا اش غنديرو دابا الصح بسببك خرجوا علينا من الخدمه بسببك نتايا راك شي الخدمه جراو عليا منه اش غندير اصاحبي ها اش غندير دابا شوف فيه اش غندير دابا راه ما بقات عندنا ايرو ولا خدمه لا حتى شي حاجه اش غندير اش غناكل مولا ربي ما بقاش فيك الحاله ايرو سمعتيني واخا نعرفو نتقاتلو المهم نجيب لك انا ما تاكل المهم انت ما نخليكش بالجوع شوف اش غنديرو غنمشي نبيع الخبز كارم عندي الرباح انا والله سمعتيني ما نخليكش بالجوع يلا تمشي بحالاتك يلا خرج زيد خرج يلا سير بلاص تنجي عندك خبز كارم لارحم الوالدين وخبز كارم لارحم الوالدين خبز كارم لارحم الوالدين وشكون اللي عطانا خبز كارم لارحم الوالدين خبز كارم لارحم الوالدين خبز كارم لارحم الوالدين وخبز كارم لارحم الوالدين لا لا اخويا لا سيلفا زيد هاك يلا شو عاد ايرون سيلفا زيد زيد صاب زيد ايرون نو سيلفا هاك لا تنقرد
انا نعطيك ايرو نصبر. ها سيلفا ها نو اجي شويه تمالك الجيعه اللي ولد هاك شويه الان يلا اسقم على البوا الكلب كاين ايرو. خبيس كارم الله يرحم الوالدين وخبيس كارم الله يرحم الوالدين خبيس كارم الله يرحم الوالدين خبيس كارم الله يرحم الوالدين وخبيس كارم الله يرحم الوالدين. سمعي سمعي انت يا راجلك دار معانا لافوش خدمنا معاه قضينا معاه شحال من بلان وضيعنا في رزقنا هاني جبنا ليه الكلب هاني جبنا ليه الكلب لولده اه ود واش بغاو عاد هاد المرا هادي ناري على بلان خاصني الفكه ما في الغد مالك انت بعد من المرا صح ايوب راه غير مشري اخوك عبد الله قتلوا المرا مالك انت مالك طقني الناس صح صح ايوب قتلوا المرا شوف شوف سير والله لقاك يلا سير بحالات سير الله يلقاك قال كي ولد الحرام خشي كان غير خسر ليا وجهي يا خشي كان غير خسر ليا وجهي يا خويا فكنا هادو مع راجلك راه راه هادو من اللي خاونوا لي الكلب الابيض ودقوا لي البرا وسموا وقيام ما عرفتش اخويا انا دخلت لك شي بدو ان شاء الله ما عرفتش اخشي هادشي هذا كامل تصنتي ليا تصنتي ليا هادشي كامل داروا راجل راجلك هو سبب هاد المشاكل سير اخشي على سلامتك سمح لي مسامحك الله يفرجهم خبيس كارم الله يرحم الوالدين وخبيس كارم الله يرحم الوالدين خبيس كارم الله يرحم الوالدين خبيس كارم الله يرحم الوالدين. عرفتي ايوب تشوف ها اش غندير ليه غنوقف عليه والله غنكريسي ولا غنقتل هالف عليه انا والله شي غنقتل. اسمع ايوب ما كاين لا غنقتلو لا والو شوف البلان اللي داير لينا دابا صح كان سيفطنا للحبس كنخرج عباد الله وكدا كيغوت اصاحبي تسمع عندنا حل زوين ولا غنديرو دابا ما عرفتش فين غنلقاه انا عارف دارو صح دابا حيت كان عساس ما بقاش عساس دابا انا عارف دارو متى انا عارف الدار صاحبي ما عرفتش نجيب الكلب اه عارف الدار هي ديك الدار ايوا صافي دابا هذا حل زوين عرفتي الدوز اللي درت ليه الكلب انا غنديرها ليه هو وغنديرها ليه كثر منا غندير ليه لا دوز كثر من هذيك الاولى اللي درت ليه الكلب دقه بطله فهمتيني واحد الخطه غنديرو غنمشيو عنده الدار راسنا بغا نتسامحوا معاه حاجه باينه هذه غنمشيو نقول خويا اسمح لينا وهذه وهذه راه غلطنا باش يتيق فينا ولك اللعبه نلعبوا لعبنا حنا يا ايوب غندقوا لي في الناس صافي تكون انا ما تفكرش في هادشي صافي يلا اخويا نحيدو من هنا يلا اخويا يلا نمشيو شكون؟ واخا انا جاي هلا اخو الله يسمعنا اخبار الخير عاوشان تعطل يا واخا انا جاي السلام الاول شو شو عندي اخو تخاف اخويا ما والو جينا ما ندوم معاك اخويا نتسامحوا معاك اخو كنا ندخلوا اخويا ومن نجي شو بغا شو تسامحوا معايا المسامح كريم اخويا هادشي اللي غنقول لكم هادشي اللي كاين اخويا مرحبا بكم مرحبا بكم زيد دخل يلا ايوب يلا قيسوا لي فقش من الناس دخل الله الله ايوا بخير اش كتعاودوا الله يحفظك خويا انا بخير اخويا الله ماشي معانا اخو بديتي تيجي غوت وباو يشفروا باو يشفروا تما ما فرشتوهاش معايا اللي درتو لي ديك الحاله الكلب ما فرشتوهاش معايا واش نقول لك قلتوا لي الكلب وبغيتو تقتلو وخلتوني ديك النهار باغي نتسطى كندور باغي نداوي محسوماش عليكم حتى نتوما خويا خويا راك عارف كلشي راه هو اللي فلوس وهذيك غراتنا غراتك الفلوس اخويا واش نقول لك اخويا والله المهم سمح لينا ورجينا طالبين منك السماحه وجينا عندك مسالمين بغيناك تسمح لينا اخويا اش نقول لكم اخوتي واخا تعديتو عليا وعذبتوني بزاف والله شا عذبتوني بزاف مسامح كريم الله يسمح لكم
حتى خونا مول الكلب اللي دار اللي سالفتكم حتى هو راه سمحت لي مسامح كاع هذاك خلى هذاك دار معنا لافوش هذاك رزقنا ما عطاش لي شوف خويا مسامح كاع سمعني اخويا ما دي خطاتك هذيك المره اللي مرتو اللي فكيتيها كنا بغينا نديوها اللي بسبب بديتي تغوت انت وكنت تجمع لنا الجيران مشيت تصيفطنا للحبس هذيك باش يعطينا رزقنا او لحد الان ما مخلصناش اسمع اخويا انا راه خاد لي احسن ما عندي هو كلبي ولكن ملي شفت الكلب ديالي عجب ولدو سمحت ليه حتى انتوما سمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين واخا اديتوني انا مسامح لكم دنيا واخره مسامح كريم اخوتي هاني مو حنا غنمشيو مسامح كريم اخوتي سمعوني وقت ما تبغوا تجوا تريحوا معايا مرحبا بكم ما يحبك راه العسل جراو عليا فيها حيت قالوا هذا الكلب وحش ما وحش سمحت لهم انا في العسل وقت ما بغيتوا تجوا تريحوا معايا مرحبا بكم ان شاء الله خويا ايوب عطيه هذاك خلينا نمشيو جبتوا لي شي حاجه انا لقيت عصير الله فايقني الله يفرق من الناس ان شاء الله الله يخلف عليكم تهلاو لي في راسكم الله يحفظك خويا سير اخويا الله يعاون مسامح الله خويا نمشيو الله يخلف اخوتك الصحة والراحة هبطوا عداكم الكلبة واو مسار ديري مسار دي مارش معلوم سيلفا واو مسارني سيلفا السلام عليكم الخوت كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة شكرا بزاف الخوت شكرا بزاف على الدعم ديالكم شكرا بزاف على البارتاج ديالكم شكرا بزاف على التفعيلات ديالكم لهاد القناة المادي تابت شكرا شكرا بزاف بلا بكم الخوت والله ما كاينه شي حاجه المهم الخوت ميساج ديالي راه مفهوم بزاف كنتمنى اللي شاف هذا الميساج هذا يبارطاجي ليه عاوتاني الفيديو ويزيد يدعم القناه الخوت المهم الخوت دوزوا عندي كاملين الانستغرام الخوت وغتلقاو واحد ليه ديال طريق صاحبي تحت ما تنساوش الخوت تابوناو عندو راه كيدير شوش حاجه زوينه ديال الكلاب الخوت غتلقاو تحت الخوت دخلوا تابوناو في قناه طريق بارك الله عليكم